المطعم، ما اجلس في نفس المطعم، اغير المكان تماما. هكذا كانت ديربي ميلان زمان، ولكن الان طبعا غطت وطغت الاسماء القادمه من كل حقب وصوب كما هو الحال الان لشنايدر، والكره مقطوعه. والهدف المسجل اليوم بالمناسبة استمرار القاعدة المستمرة منذ فترة طويلة في الديربي، آخر 18 هدف بهدف مباراة اليوم، ليس ما سجل فيه الطليان إلا هدفين فقط. صور آخر 18 هدف في الديربي، لاعبين فقط إيطاليان سجلا فيه، وكلاهما من ميلان بيرلو، وقبل ذلك فيليبو أنزاغي.